القضية الوطنية. أنتم الذين سيستصدرون حكمكم بشأننا. نحن الشعب بصفة عامة. نوفمبر من عمق الجبال وأهات النساء والرجال تجلى وانتفض ورفض استدمار الإنسان، غير مجرى الحياة وكان مطلع فجر. وفي مطلع مؤتمر الصمام قررت جبهة التحرير تنظيما آخر وتصميما متجددا باستغلال التنظيمات وتأسيس الفرقة الفنية وفريق كرة القدم. لم تكن ضربة نرد بل حكاية رد على مستعمر حاصر الكرة محليا، فجاءته الضربة الأقوى عندما كلف محمد علام محمد بومزراق بالتواصل مع المحترفين الجزائريين في قلب فرنسا وجس نبضهم والتخطيط لبناء فريق الجزائر الطائر. الرسالة وصلت لعشرة لاعبين بداية، فكان المهرجان العالمي للشباب 58 آخر محطة لهم مع المستثمر، وكان مصطفى زيتوني، كرمالي، عبد الرحمن بوبكر، بخلوفي، قدور، عمار رواي، إبراهيمي، بوشلول ومخلوفي ضربة قاسمة في تاريخ كرة القدم الفرنسية. نجوم الصف الأول يغادرون، يمتنعون، يرفضون المواصلة ويقطعون الشك باليقين أن نوفمبر قضية أمة لا مزاعم فئة، بل مسألة زمن يتحرك يتغير وينتفض. آنذاك رفض الجزائريون لعب مونديال السويد، آنذاك لكيب عنونت اختفاء 9 لاعبين جزائريين، وفرانس فوتبول مارست الحقد الدفين. ألست الذي بث فينا اليقين؟ سبحنا على لجج من دمانا، وللنصر رحنا نسوق السفينة. من جزئيات ما حدث أن المهاجم فيلو هافر عبد الرحمن سكان من مواليد نوفمبر، والحارس عبد الرحمن إبرير في مارسيليا من مواليد 10 نوفمبر، والفوز على الفيتنام بخماسية كان في نوفمبر. وأقوى المباريات التي اختلف في شأنها المؤرخون بين 83 مباراة، و90 كانت بروح نوفمبر أمام يوغوسلافيا، وجولة جنوب شرق آسيا كانت بين أكتوبر وديسمبر 59، جولة شملت 50 مدينة ل13 بلدا، صوت منها 12 لصالح الجزائر في هيئة الأمم المتحدة ببركة نوفمبر البداية والنهاية. ولولا التحام الصفوف وقانا روح تواصلت بعد الاستقلال ومهدت لما سيحدث عندما استلم معوش زوبا والرفقاء القاطرة. وأبناء نوفمبر كرروا واستحضروا التاريخ في سبتمبر 75. هدف يا سلام، حامت الكرة حول الحمى رغم التحيز الفاضح اللي كنا شاهدناه من الحكم الإسباني. من أجلك ثم نهائي الألعاب الإفريقية، ثم موقعة قسنطينة ليلة نوفمبر 81. في كل الليالي طيلة الثمانينات ظلت الروح حاضرة في عيون قلوب عقول وممارسات الجميع. الجزائر في مونديال ليني، الجزائر تسقط كبرياء الألمان، الجزائر تمتع والبرازيل تقنع، الجزائر تتوج بكأس إفريقيا. وأندية الجزائر من بطرون المولودية إلى غريب الوفاق إلى عبود الشبيبة والرفقاء. وهدف بالفعل هدف من التسجيل محبوب. تألقت واستبسلت غير بعيد عنك يا نوفمبر. حدث مثلا أن حسمت المولودية موقعة الأهلي في ذات الشهر 76، وخطأ وفاق سطيف خطوة اللقب الإفريقي في نهاية الشهر، ورفعت شبيبة القبائل الراية عالية في أحد أصعب نوفمبر مر على امتداد الشهور سنة 95. تتويج الهمة وسط الأزمة، همة وروح تجليا وعاد مع جيل جديد استحضر الزمان بالسودان، فكان يا مكان بأم درمان، وحينها قال بالجمال الزميل محمد جمال. أبناء نوفمبر لا ينازلون في نوفمبر
بل ينتصرون في نوفمبر، أبناء نوفمبر لا ينهزمون، لا ينهزمون، بل ضد الظلم ينتفضون، يبدعون، يقنعون، يمتعون على الألوان ولها يرافعون، يناضلون كيف لا، وهم لجيل نوفمبر ينتمون. نوفمبر 2013 تكرر الأمر وصار قدرا، ونوفمبر 2014 تأكد قدرا بتوقيع الوفاق العريق لأول رابطة أبطال إفريقيا. ولا فرانس فوتبول ولا ليكيب كتبت عن روح نوفمبر بعدها، بعدما جف حبر المستدمر وسال حبر أحمر لدم في العروق أخضر لجزائر بيضاء حمامة السلام، تلقي السلام لمن قال السلام ولروح البدايات، حكاية بين شوارع الجزائر العميقة بين الجبال الشاهقة، أرواح الشهداء حلت، فألف رحمة ونور عليكم ولكم يا من كتبتم بأرواحكم لحظاتنا الفارقة، وعليكم السلام. نرتله كالصلاة تسابيحه.